أعبدك بفرح يا ربي، جاي قدامك أسكب قلبي. ربي أعبدك بفرح، أمجد اسمك يا الله، ساجد لك رافع صلاة. ربي أعبدك بفرح، بحمد وتسبيح وترنيم، أشهد إنك رب عظيم، إله صالح أب رحيم. وأعبدك بفرح في بيتي ومع أولادي، في شغلي وفي علاقاتي، كل خطوة من حياتي أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. من شدائدنا فلنقبل إليه ولنسمع له، الرب نجانا من شدائدنا فلنقبل إليه ولنسمع له. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أعبدك بفرح، هالبرنامج اللي صلاتي دائما يكون سبب بركة بحياتكم، سبب سلام، سبب راحة لقلوبكم لما نسمع كلمته، لما نتعزى بترنيمة بتحكي عنه مبارك اسمه الإله القدوس. اللي جايين اليوم نقول له مسلم لك أمري، مسلم لك أمري. زي ما حضراتكم عارفين الحلقات اللي ماضي كان في حلقة بعنوان أنت وحدك تقدر وأنت الله القدير، وحلقاتنا كلها بنحاول أنه نرفع عينينا عليه ونثبت أنظارنا على اللي العالم مش شايفه ولكن إحنا عايشينه بالإيمان، قدرة الله، سلطان الله، يد الله التي تتحكم بالأحداث. فبصير يجي تعليقات على القنوات على مثل يوتيوب وفيسبوك إنه كم المسيحية دين ضعيف، وكم المسيحية دين مش قادر يدافع عن نفسه، لازم يكون يستعمل سيف، لازم يكون يطلب كرامته بالعالم، كرامته تنزع لأنه ماسك مبادئ قديمة، متمسك بمبادئ سلام أصبحت بالية في هذا الزمان. بس شجعني الموضوع إني أصلي أكتر وأقول له يا رب شو بدك تقولنا فيها أجوبة على هالأسئلة هاي. إحنا عايشينك ومسلمين لك أمرنا، لكن في ناس لسه بعاد عن الموضوع. فالرب كل كلمة من كلماته بالكتاب المقدس بيورجينا إنه كرامتك من كرامة من تعبد، هو اللي بيجيب لك كرامتك، حاشا له، يكرم من يكرمونه، مبارك اسمه القدوس. كرامة العالم وتقدير العالم وشهرة العالم والأسماء اللي في العالم قد ما تكبر وقد ما تعلى وقد ما يكون لها قيمة مادية مثلا إلها نهاية وراح تزول، لكن كرامة فيك أنت يا إلهنا القدوس، كرامة باقية، كرامة مستمرة. نبدأها من هون في كلامك اللي بتقول الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. الحرب مش إلك، الحرب الروحية إلك، إني أدافع عن ما يحاربني من جسد، من خطية، من عالم، من تعظم معيشة في هذا العالم. وقول له يا سيد أنا جاي أخضع أمامك، مسلم لك أمري. مش زي ما بيقولوا البعض إنه يلا ما لكش إلا الله، لكن أنا بقول ماليش إلا الله في الأول، لأني عارف إنه هذا القرار الأحكم إني أرجع لك وأسلم أمري إلك. أشكرك يا سيدي على إنك بتفتح عينينا على مبادئ بتخلينا نعيشها، ترفعنا فيك، بتكرمنا فيك، مبارك اسمك القدوس. يا من تكرم يا من تعظم، يا من تعطي من مجدك حتى لعبيدك، مبارك اسمك، مبارك اسمك القدوس. حد رح يوصل لك بجلالك ولا عظمتك ولا كرامتك ولا مجدك، لكن أشكرك لأنك متاح وقريب، لأنه كل واحد فينا بيقدر يقول لك مسلم لك أمري. جايين اليوم يا رب في ظروف مختلفة، بأوضاع مختلفة، أنت وحدك عارفها، لكل واحد فينا ووحدة فينا أنت الحكيم العارف بكل إشي منمر فيه. منسلم لك كل الأمور، منقول لك جايين نسلم لك أمورنا، شاكرين جلالك، معظمينك لأنك تسمع الصلاة وتستجيب، مصلين في اسم يسوع أنه نعيش حياة ملؤها التسليم لجلالك، ملؤها الثقة بيدك القديرة اللي تعمل بحياتنا. أشكرك يا من تسمع وتستجيب الصلاة في اسم يسوع القدوس، ولك كل المجد والسجود والإكرام من الآن وإلى الأبد يا سيد. آمين. ومسلم لك أمري، رب الكتاب على التسليم وعلى، فشوفوا في آية في مزمور 27 العدد 5 بيقول سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. طبعا اللي كتب المزمور اختبر، وما أروع انك تختبر اليوم، انك تسلم للرب طريقك، تعمل دورك وتسلم للرب طريقك، مش من منطلق استسلام، لا بالعكس، مواجهة بأقوى حدود المواجهة، انه هو يحارب عنك وانت في وضعك، هو إله الإيد القديرة، هو إله الكلمة الأخيرة في الوضع اللي أنت بتمر فيه. سلم أمرك إله وهو يجري وهو يتصرف، وبتشوف يده العاملة، وبتشوف
بتشوف كيف أنه بيبعث زي ما بيقول الكتاب سلام الله الذي يفوق كل عقل. أنت بتقول أنا في هالوضع، أنا في هالمرض، أنا في هالمشكلة، مش لاقي سلام، وكيف رح تنحل؟ أنا مش عارف كيف رح تنحل ومش رح أعرف، لكن اللي بعرفه أنه حتى لو ما انحلت بتفتح كتابك وبتصلي وبتحكي مع خالقك القدوس اللي ما فيش زيه وما فيش غيره، بتلاقي أن الأمور تغيرت. طب الوضع زي ما هو، طب يا رب أنا لسه مريض، أنا لسه بعاني من اللي أنا فيه، شو اللي تغير؟ أنا ما بعرف، لكن وضعت أنت سلام يفوق استيعاب العقل البشري. ولو مش معي بسير قديسين عاشوا قبلنا وعايشين معنا، منشوف أنه بالرغم التحديات ورغم الألم ورغم الظروف عينهم عليك مسلمين إلك. علمنا، علمنا يا سيد هذا النوع من التسليم اللي فيه كمان في أعمال الرسل الأصحاح 37 العدد 15 بيقول: فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. يعني لما سلموا بلحظة التسليم شافوا أنه صار إشي تاني اللي حاملهم، لا الريح ولا البحر ولا السفينة، في شيء مسيطر على الكل. وهذا يد الرب في حياتنا. ياما تخبط بحياتنا أمواج، وياما منحس أنه غرقنا ومش رح نطلع، وياما، لكن يده القديرة تخلص في كل مرة. مبارك اسمه، اتكل عليه. شو بقول الكتاب؟ اللي بيتكلوا على الرب الرحمة تحيط بهم، طوبى للمتكلين عليه. توكل بكل قلبك، ما تعتمدش على فهمك، لكن على الرب توكل بكل قلبك. الرب يعلمنا. وأنا اللي واقف قدامكم هلأ وبحكي، صدقوني أنا كل يوم محتاج أتعلم هذا الشيء. مرأت في اختبارات كثيرة بحياتي، منها اختبار كان بستنى نتيجة فحص طبي، وأنا بقول تحول كل اهتمامي لإني القلق والخوف، وابصر شو رح يصير بكرة، ويا ترى لو صار بيتي أولادي وظروفي. لكن بعد ما الإشي مرق والرب تمجد فيه وطلع كل إشي كويس، حتى لو كان النتيجة تختلف، صرت أشوف إنه يد الله القديرة تعمل في حياتي. وكل مواعيد الأطباء اللي عندي هي أنا شغل حالي فيها، هو عارف هالمواعيد كلها، أشغل حالي فيه أحسن، أصلي أفضل، ألا إيه بيقل. فصرت أقول له يا رب، بدل ما أقول لك أنت عارف إنه عندي ظروف، يا رب إلى متى تنساني وظروفي والعالم والدنيا ومشاغلي وبيتي، صرت أقول له أشكرك على ظروفي، لوعودك بتنسيني خوفي. مش راح أكذب عليكم، لسه بخاف ولسه بوقع ولسه بتواجهني تحديات، لكن عرفت من اللي صار معي إنه وعود الله بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي آتي. يا رب ضامن فيك حياتي ومسلم لك أمري، أنت حافظ عمري، يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك، وحدك مليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ضع كل هالمواعيد بين إيدي وقول له يا رب أنا مسلم لك أمري وبشكرك على ظروفي. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض وخليها تكون صلاة، إنه نتوكل ونركن ونشكر في كل حين حتى على الظروف الصعبة. أشكرك على ظروفي. أشكرك على ظروفي، دي وعودك بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي آتي،
يا رب ضامن فيك حياتي، أشكرك على ظروفي، بوعودك بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي آتي. يا رب ضامن فيك حياتي ومسلم ليك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك، وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومسلم ليك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك، وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومن يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك، يلي إيديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي. ومن يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك، يلي إيديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي. ومسلم ليك عمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك، وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومسلم ليك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك، وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي. وأول ما بقولك أعني حمل تقيل بيتشال عني، واتذكر يا رب صلاحك تتبدل أحزاني بأفراحك. ومن يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك، يلي إيديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي. ومسلم ليك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك، وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومسلم ليك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري، ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك، وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي. آمين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، ملناش غيرك أنت إلهنا الحي، نترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل، نحن صلاة، مبارك اسمك.
ملناش غيرك انت إلهنا الحي نترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي نترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة يا أبانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد أملنا بحياة في ملء الرضا يا أبانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد أملنا بحياة في ملء الرضا ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا كل ان احنا صلاة 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 ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا كل ان احنا صلاة انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظريا منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظريا منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل نحن صلاة يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب اللي تاب اللي تاب غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة بابا الكل ان احنا صلاة بابا الكل ان احنا صلاة أمين لك المجد مبارك اسمك بابا الكل منحنا صلاة نحن صلاة يعني علمنا كيف نصلي علمنا كيف نسلم بصلاتنا يا سيد مصلين بثقة
واثقين أنك تسمع وتستجيب وقريب جدا وعندك الراحة. كل اللي بيقرب لك برتاح، وكل اللي طلبك لا يخزى، وكل اللي انتظرك يرى رجاء عجيب غريب يجي بملأ قلبه سلام لا يخزى، لا يخزى أبدا. مبارك اسمك، أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، مبارك اسمك. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره رواني. جذبني حب إليه أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني. جماله فتان وقلبه حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان. جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره رواني. جذبني حب إيديه أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني. يا رضا شوقي يا رب
قلبي إليك، إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك، فمبتغاي يا رب رضاك. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره، رواني جذبني حبه إليه، أبي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقتنا الثاني، أدنو إليك ارتاح، أدنو إليك ارتاح، أدنو إليك يا ربي وارتاح. مبارك اسمك القدوس، عندك الراحة، مبارك اسمك القدوس. قبل ما أسلم إليك يا رب لازم أكون تايب، لازم تكون حياتي تشهد لعظيم صنيعك فيها. باجي بقول لك خاطي وبتوب وكل عيوب، مين غيرك أنت؟ أسلم له يغفر الذنوب. إلهي الرحمن خالق الإنسان، أنا خاطي 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 وبتوب، لكن مين غيرك أنت يغفر الذنوب؟ تعالوا إحنا بنسمع هالترنيمة مع بعض، فعلا نطلب إنه نكون عايشين التوبة. مبارك اسمك القدوس، أنا خاطي وبتوب.
عيش مغلوب كم صوت الله وكنت استنى وحسيت معاك باني محبوب اني محبوب محبوب سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع قدني فتوكلني عليك كي أخدم الجموع كن حارسي من الضلال كن مرشدي في كل حال والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع تعال امكث معي حتى تنال هيا ففي قرب المنال للخير لي يسوع ستنجلي كل الهموم من مانح السلام الرب حصني والامل الرب انقلب
فعل والحب فيه مكتمل. لذا أرى يسوع قد كنت قبل الآن يا منبع الإحسان، قد كنت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعب امكث معي حتى تنام. هيا ففي قرب المنام للخير في يسوع، للخير في يسوع، للخير في يسوع. أمين يا سيد. زي ما بنقول لك جايين نتوب وجايين نسلم نفوسنا بين إيديك وجايين نشكرك لأنه عارف أنك أنت قريب، عارفين أنك قريب من كل شخص بيطلبك الآن. يا رب نضع كل المرضى اللي طلبوا صلاة بين إيديك. مين غيرك يقدر يبعث شفاء؟ مين غيرك بيقدر يرسل رجاء؟ مين غيرك بيقدر يملأ قلوبهم بسلام؟ كل الأسماء اللي أنت عارفها يا رب نضعها بين إيديك، واثقين إنك تسمع وتستجيب وقادر على كل شيء. ابعث ابعث يا رب من عندك شفاء، ارسل سلام في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي وإلى كل المجد. ابعث يا رب بلسانك واشفي واشفي واحيي وأعيد يا رب، أعيد تجديد حياة ناس كتير. كل المجروحين وكل المأسورين نضعهم بين إيديك الآن، وإحنا منرنم هالترنيمة اللي اسمها ابعت يا رب بلسانك. هالترنيمة بترنمها أخت مباركة اسمها نانسي شوقي. بذكر الاسم عشان نتذكر نصلي لهم، نصلي لخدمتهم لبيوتهم لعائلاتهم وأولادهم. صلاتي هالترنيمة كمان تكون سبب بركة في حياتكم جميعا. ابعت يا رب بلسانك من فضلك.
لما أكون تعبان، لما أكون مريض، لما أكون محتاج أي شيء، أروح لمين غيرك اللي أسلم له كل أمور حياتي؟ أروح لمين غيرك يا يسوع؟ أركع وأصلي لك وعارف أنه عندك الشفاء وعندك الرجاء وعندك العزاء. تمسك في اليوم وأنت عم تسمع هالترنيم معي، وصدق وآمن. ولو حطيت هذا الإيمان، افحص إيمانك اليوم. لو أنت ماشي حسب مشيئته، عايش بوصاياه، تأكد أنه وعود الكتاب إلك. لكن علي بالأول أني أعيش في الوصايا، أعمل اللي علي، وهو قادر يبعث الحل ويبعث البلسان ويبعث الشفاء. مبارك اسمه القدوس. أروح لمين غيرك؟ مالي إلا أنت يا يسوع. أركع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون تعبان، أروح لمين غيرك؟ لما أكون تعبان، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع. أركع وأصلي، أركع وأصلي لك. لما أكون مريض، أروح لمين غيرك؟ لما أكون مريض، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تشفيني يا يسوع. أركع وأصلي لك، أركع وأصلي. لما أكون حزين، أروح لمين غيرك؟ لما أكون حزين، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تعزيني يا يسوع. أركع وأصلي، أركع وأصلي لك. لما أكون مظلوم، أروح لمين غيرك؟ لما أكون مظلوم، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تنصفني يا يسوع. أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك.
لما أكون خاطي أروح لمين غيرك؟ لما أكون خاطي أروح لمين غيرك؟ ما في حد غيرك، أنت اللي تخلصني يا يسوع. أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. أمين يا سيد، ما إلنا غيرك، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، مبارك اسمك القدوس، ما إلنا غيرك، ما إلنا سواك، نعظمك نمجد اسمك. سيدي حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي تطمئن نفسي، أنت متكلي تطمئن نفسي، حلو ما أشهاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، حلو ما أشهاك يا سيدي، نفسي لا تسلك يا سيدي، تفرح قلبي، أنا ارتني دربي، تفرح قلبي، أنا ارتني دربي، حينما ألقى يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، حينما ألقى يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي تفرج عني، تبدد همي تفرج عني، في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي، تضمد جرحي تجدد فرحي، تضمد جرحي تجدد فرحي. نبارك اسمك، ما إلنا سواك يا سيد، ما إلناش غيرك يا رب. أشكرك على الفرصة اللي أعطيتنا إياها اليوم، وصلاتي إنك تبارك إخواني وإخواتي وتعطيهم سلام دايما وين ما يكونوا. سلام الله يكون معكم ويدوم فيكم دايما أحبائي، سلام المسيح. ♪